كما رحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في تقديم النشرة الإخبارية العربية من الفضاء التشادية من أنجمنا. وصل يوم أمس فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو والمفد المرافق له إلى مدينة روما العاصمة الإيطالية، وذلك في إطار زيارة عمل وصداقة التي يقوم بها فخامته، حيث يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين الإيطاليين للتباحث معهم حول العديد من المجالات التنموية. تقرير زميل عائشة خليل بلال. العلاقات الوطيدة بين بلاد النجاد والجمهورية الإيطالية في شتى المجالات التنموية، الأمر الذي جعل فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو بأن يقوم بزيارة عمل وصداقة إلى إيطاليا. ولدى وصوله تم استقباله بمطار روما العسكري، وكان في مقدمة مستقبله الوزير المفوض لإيطاليا السيد جوفاني إنوازي والسفيرة الإيطالية بتشاد المقيمة بياوندي الكامرونية السيدة سامويلا إيزوبي والسفير التشادي بجمهورية ألمانيا الفيدرالية سعادة محمد سنوسي عبد الله، إلى جانب عدد من المسؤولين الإيطاليين. وجاءت هذه الزيارة بدعوة من الحكومة الإيطالية، وهي أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو إلى إيطاليا، ذلك من أجل تعزيز الروابط الأزلية القائمة بين البلدين. وعقب مناسبة الاستقبال الرسمي الذي أعد لفخامته، توجه بعدها إلى صالون الضيافة بأرض المطار لأخذ استراحة قصيرة، ومن خلالها تناول فخامته مع الوزير المفوض لدولة إيطاليا وجهة النظر في العديد من المواضيع، منها الاقتصادية والاجتماعية السياسية، لا سيما محاربة الإرهاب والهجرة الغير شرعية. كما تطرق فخامته إلى أطر التعاون المشترك بين أنجمينا وروما ومستقبل تلك العلاقات. إن زيارة فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو إلى إيطاليا كانت برفقة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي حسين إبراهيم طه ووزير الدفاع الجنرال بشار عيسى جاد الله وعدد من أعضاء المكتب المدني والعسكري لفخامة رئيس الجمهورية. ومن الجدير بالذكر إن إيطاليا هي أول دولة أوروبية تقف مع البلاد في كفاحها لإيواء اللاجئين ومحاربة الهجرة غير الشرعية.